السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم فيديو جديد ووصفه جديده، غادي نحضر معكم واحد البريوات باللوز اللي كيجيو رائعين في المذاق وكيجيو معلكين، والاهم انهم ساهلين دغيا كيوجدوا بالعقده، والعقده ديال اللوز اللي كتجي معلكه البنات، كتجي واعره في المذاق، خطيره كيف ما شفتوا معايا. فاش حليت لكم وحده كيفاش كيجيو معلكين. كنتمنى تجربوهم ويعجبكم الفيديو ديال اليوم. وإلا عجبكم خليو لي لايك وديروا لي اشتراك وخليو لي كومونتير، والناس اللي باقي ما تشتركوا في القناه كنتمنى يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد ان شاء الله. ونخليكم الان مع المكونات والطريقه. بالنسبة للمكونات كنحتاجو نص كيلو تاع اللوز اللي يعني فسختو كامل، درت ليه الماء طايب وخليت واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق وفسختو من هذيك القشرة ديالتو، وخليت 300 غرام هكذا عادية و 200 غرام شديتها وانا قليتها في الزيت مزيان. المهم قبل ما ديروا هذه العمليه تاع تلقليه البنات، منين تفسخوه ضروري ما تنشفوه بواحد السربيطه، ومن الاحسن تخليوه يبات ليله كامله في الثلاجه باش ينشف، باش ما تجيش العقده ديالتكم فيها الماء، كتجي معلكه يعني ما تخليوش فيه الماء. عاد من بعد تقليوه كيف ما تشوفوا. هذه 200 غرام اللي قليت ونشفتها من الزيت، وهذيك 300 غرام اللي عندي تاع اللوز ما مقلياش. من بعد عندي 50 غرام ديال الزبده تكون في درجه حراره الغرفه، زبده عاديه. عندي 100 غرام ديال سنيده، ممكن ديروا 90 غرام، ممكن ديروا اكثر، ولكن 100 غرام كتجي عاديه يعني ما كتجيش حلوه لان باقي غادي نعسلوهم من بعد. وعندي هنايا معلقه ديال الكونفيتير ديال المشماش، ممكن تعوضوه بمعلقه تاع العسل او معلقه تاع الجليكوز. يعني هاد المعلقه ديال الكونفيتير اشنو الدور ديالها؟ هو انها كتجيبهم معلكين من الداخل، كتجي العقده ديالتنا معلكه. يعني الا توفرت لكم ممكن ديروها وممكن تستغنيو عليها على حسب. عندي هنايا واحد 5 الحبيبات ديال المسكه حره اللي دقيتهم مع شويه ديال سنيده. هنايا البنات انا خديت الترموميكس اللي عندي، غندير فيه ديك 300 غرام ديال اللوز اللي عندي يعني خضراء ما مقلياش، غنزيد عليها هذيك 100 غرام ديال سنيده، ونزيد عليها هذيك المسكه اللي عندي مدقوقه، وغادي ندوز باش نطحنهم. المهم بالنسبه للبنات اللي عندهم يعني اللي عندهم خلاط كهربائي عادي، ممكن يديروا بشويه بشويه، ما يديروش هذيك 300 غرام على حساب. المهم الخلاط اللي عندهم، انا درتها كامله. ها انتم البنات شوفوا من بعد ما طحنتها شفتوا كيفاش كتجي بهذا الشكل، هذا كنطحنوها بهذا الشكل. المهم دابا عاد غادي نزيد عليها هذيك 50 غرام ديال الزبده، وغادي نزيد عليها نص معلقه ديال القرفه. ممكن ديروا معلقه، بالحق انا يعني كنكتفي، انا ما كتعجبنيش القرفه بزاف. المهم درت نص معلقه صغيره اللي درت، وغادي نزيد عليها هذاك الكونفيتير اللي عندي هذيك المعلقه كيف ما كتشوفوا. ومن بعد غنزيد عليها واحد 30 غرام ديال ما زهر. البنات انا ما قلتهاش لكم في الاول، ما حطيتوش لكم يعني، دابا عاد حطيتو في هذه المرحله هو والقرفه. 30 غرام ديال ما زهر اللي غادي تزيدوا، وكنطحنوهم تعاودوا ثاني طحنوهم، ماشي طحنوهم بزاف، المهم هي شويه باش تعلك لينا هذيك العقده. غادي تشوفوا نتوما على حسب العقده ديالكم، الا كان خاصكم ما زهر ممكن تزيدوا حتى 50 غرام، انا درت 30 غرام على حساب الطحانه ديالتكم. المهم البنات ها نتوما غتشوفوا هنايا من بعد ما طحنت هذيك العقده شفتوا كيفاش كتجي جمعات ليا، كتجي معلكه بحال هكا كيف ما كتشوفوا. المهم انا غادي ندوز نحيدها من الكاس، وغادي نعاود يعني نطحن هذاك اللوز الاخر بوحدو. تبعوا معايا المراحل باش تشوفوا كل شيء ان شاء الله. ها نتوما البنات من بعد ما حيدتها هي هذه، كنخليها في واحد البول بوحدها،
وكنزيد كنطحن هذا اللوز. هذا اللوز البنات انا ما غاديش نطحنه مزيان كما طحنت هذاك اللوز الاول، هذا غادي نهرمشو شويه، يعني ماشي غادي نهرمشو يكون باقي يعني هكا باقي غليظ، ولكني غادي هانتوما شوفوا الشكل ديالو، شفتوا البنات كيفاش الشكل، يعني كنهرمشوه شويه بحال هكا باش ملي كتجي يعني كتاكلي في البريوه كتحسي بهذيك، تحس بهذاك القرمشه تاعت اللوز كتحس بها من الداخل. المهم انا هنايا غادي ندوز باش نخلطهم وغادي نردهم يطحنوا، ولكني ماشي يعني بالنسبه للبنات اللي عندهم ترموميكس غندير انا غير فيتاس 4، فيتاس 4 تقريبا كيخلط غير شويه، اولا تخلطوا بيديكم، ممكن تخلطوا بيديكم في هذه المرحله ما ديروش الخلاط، تبقاو تخلطوا بيديكم حتى تحصلوا على عقده اللي تكون يعني عاقده، كيف كنقولوا عقده تكون عاقده وتكون تجيكم معلكه. ها نتوما البنات شفتوا كيفاش جات بحال هكذا، باش تضمنوا ان البريوات منين تبداو تقليو فيهم ما يتشققوش لكم، هذيك يعني خصها ضروري تكون معلكه. ها نتوما اون فوا كتكركبوها بحال هكا، شفتوا كيفاش كتكركب بحال هكذا، يعني راه العقده ديالكم واجده. المهم بالنسبه للبنات لهاد الكويرات اللي كندير انا كندير فيهم 10 غرام باش تجيني البريوه ديالتي يعني صغيوره ما تجيش كبيره، كتجي صغيوره. المهم 10 غرام اللي درت فيهم انا هذوك الاولين راني عبرتهم 10 غرام صافي، من بعد وليت كندير عينيه ميزاني راه باين. هذه البنات هي العقده تقريبا شي 63 64 يمكن اللي خرجت ليا. المهم بالنسبه للورقه تاع البسطيله اللي كنستعملها انا كندير هذه تاع الشينوا غزاله البنات، اللي لقاها هنايا يعني كاينه في اوروبا راه كتكون في الفريغو في الكونجيلاتور، كتكون سهله سهله البنات، كتساعدك بزاف باش تشكلي اي حاجه، بسطيله بريوات سيجار، يعني انا هذه هي اللي كندير ما كنستغناش عليها كما كتشوفوا. المهم عندي هذيك الورقه قطعتها على 4، قطعت واحد الوريقه هي الاولى على 4، عاد من بعد هزيتها باش يجوني يعني متساويين، ما تجينيش شريط طويل وشريط عريض بحال هكا، كنقطعها بهذا الشكل هذا وصافي. ومن بعد البنات الا شط لكم هذه الورقه ما حيت انا درت هي النص، النص اللي درت ما درتهاش كامله، من بعد لويوها في السيلوفان وديروها في الكونجيلاتور رجعوها، راه ما كيطرى لها حتى شي حاجه صراحه. هاد الورقه كتمشي معكم بحال بلاستيك دايره، ما كتقطع ما كتشقق ما والو، ولكن الحاجه الوحيده هو انكم تغطيوها ضروري بمنديل تغطيوها. المهم كندهنها بشويه ديال الزيت بحال هكا كيف ما كتشوفوا، وكنحاول هذيك الكويره كنجيبها تقريبا واحد 5 سنتيم على الراس ديال الشريط، وكنبدا كنشكل فيها بحال هكا وكنجمع بيديا، وفي نفس الوقت تنعمر الجناب، في نفس الوقت كندفع يعني كندفعها في الجناب باش ما يجيوناش الجناب خاويين، ملي نكونوا كنقليو فيهم راه غادي يحمروا لكم بسرعه الا ما كانتش فيهم العقده. وبالنسبه باش كنلصقها انا ما كنديرش الطحين والماء، كندير البياض ديال البيض كنطربو واحد شويه غير واحد شويه، ومن بعد كنلصق به، كيلصق من داكشي البنات، لان هذاك الطحين ممكن ديروه ولكن كيعطيكم البريوه فاش تقريوها كتجي ضروري تجي واحد الشكل ديالها ما مقادش، لان مع داك الطحين كيتزاد على ديك الورقه ملي كتقليوها ضروري ما كتكون واحد يعني واحد كيبحال واحد القشره هكا من الفوق. المهم بحال هكا انايا كنخدم فيهم وكنغطيهم وصافي، انا نوريكم كيفاش عاوتاني وحدين اخرين كيف ما كتشوفوا، يعني درت لكم 4 بالنسبه للبنات اللي يلاه مبتدئات في الطي ما يديروش 4 ولا 5 ولا يديروا غير وحده بوحده باش ما تنشفش لهم الورقه ديالتهم، لان الا بقات معرضه للهواء راه كتنشف، وإلا نشفات راه صافي راه ما غاديش تشكل لكم البريوه ديالتكم. يعني من شوفوا البنات من هنا من الاحسن انكم ديروا بحال هكا شكل مثلث في الاول باش كتجيكم ساهله، ها نتوما كتجيكم ساهله ملي كتكونوا كتلويو فيها، ديجا كيكونوا القناطة يعني مقادين بحال هكذا حسن ما تدوروها. المهم انا هذا هو الشكل المعتاد اللي عندي كندير بحال هذا الشكل هذا، ها نتوما كيفاش كتشوفوا بحال هكذا كنبدا كنلوي فيها وكنجمع كيف ما قلت لكم وكنصاوب القناه، اي حاجه بانت ليا ما مصوباش كنصاوبها وصافي. البنات ساهلين بالنسبه للبنات المبتدئات راه ساهلين دغيا دغيا كيتصاوبوا، يعني ما فيهمش شي حاجه بزاف. المهم نخليكم البنات راه الفيديو شرح نفسه كيف ما كنقولوا.
ايه وبالنسبه للبنات علاش انا كندفعها في الجوانب بحال هكا، كندفعها باش كتجينا يعني البريوه فاش كتقلى كتجي بومبي من الوسط، وفي نفس الوقت الا ما كانت شي حاجه وصلت للقناه من هذيك العقده يعني ملي كنقليوها كتنفخ هذيك العقده وكتمشي لينا في الجناب. المهم كيجيو بومبي هكا، طريقه زوينه صراحه، يجربوها. هنايا البنات من بعد ما ساليتهم كاملين هانتوما كيف ما كتشوفوا كنحصل عليهم بهذه الطريقه هذه. اشنو كندير لهم؟ انا هادو درتهم في الليل، كنخليهم كنغطيهم بواحد المنديل وكنخليهم يباتوا حتى الصباح، عاد قليتهم الصباح عاد نقليهم. خصهم ينشفوا البنات باش ما نشفوا لكم، باش كتضمنوا انهم ما كيتشققوش. هانتوما شفتوا البنات هنايا من بعد الصباح، يعني هذا الصباح شوفوا كيفاش تيتكولاو، يعني حتى شي بلاصه الا كانت ما مسدداش راه كتكول وكتكون حتى قاسحه، يعني كتكون قاسحه ما كتكونش رطبه وترتق ليكم في الزيت وتشقق ليكم. هنايا انا استعملت عسل شريته، بالنسبه للبنات اللي ساكنين في ايطاليا هذا راه شريته من توديس نص كيلو يعني في القرعه، راه زوينه البنات، غير كنصحكم انكم تشريو. درت كيلو ونص ديال العسل. هنايا بالنسبه للزيت درت زيت جديده البنات، جديده درت ايترو تقريبا اللي درت، خليته حتى سخن مزيان ونقصت عليهم البوطه مزيان وكنبقى كنحرك فيهم. ضروري من هذه العمليه البنات، هانتوما شفتوا راه نقصت البوطه دابا، ضروري من هذه العمليه تبقاو تدوروا فيهم تدوروا فيهم حتى يتحمروا لكم، يعني ضروري ما تقابلوهم وتكونوا حداهم باش ما يتحمروش لكم من بلاصه وبلاصه باقيه خضراء، من الداخل يكونوا خضرين. ضروري تبقاو تحركوا فيهم على نار مهيله باش يجيكم داك اللويين في البريوه كامل موحد، يعني كتجي ذهبيه لونها كامل، ما كتجيش بلاصه حمراء وبلاصه بيضاء. المهم ضروري من هذه العمليه البنات، ضروري ما تبقاو تحركوا فيها. المهم دابا هنايا من بعد ما صفيتها من الزيت هي هادي، ضروري نصفيوها من الزيت مزيان لان العسل ما خصوش يوصلوا ثاني بحال كي قلت لكم في الحلوى الشباكيه، ما توصلوش الزيت باش يبقى شاد ليكم. هنايا كنديرهم كاملين دوك البريوات ملي كنقليوهم كاملين كنديرهم في هذاك العسل وكنبقى ما تخافوش البنات، غير وركوا عليهم هكا يعني بالمغرفه راه ما يطرى لهم حتى حاجه، ما يتهرسوا ما يتشقوا ما والو. هانتوما شفتوا البنات كاملين هذيك الكميه اللي درت هي هذه اللي درت في العسل كامله، كنخليها جانبا كنحركها مره مره وكنخليها. انا قليتهم كي قلت لكم في الصباح، خليتهم حتى العشيه في العسل باش يجيوني شاربين العسل، ماشي تقليهم وتحيدوهم ديك الساعه راه ما يشربوش لكم العسل، ضروري الا درتهم في الليل خليهم حتى الصباح، درتهم في الصباح خليهم حتى العشيه، عاد صفيهم داك العسل. هانتوما شفتوا البنات كيفاش كيجيو مذهبين، وداك العسل تيكون سخون تيكون يعني ما تيكونش ثقيل، كيكون سائل تيكون جاري ما تيكونش ثقيل، يعني ما غايشد لكمش في البريوه، والبريوه سخونه والعسل تيكون سخون. خليهم حتى يبرد عليهم العسل، انا خليتهم حتى برد عليهم العسل مزيان وتعلقوا ليا بهذاك العسل، دخل ليهم لداخل عاد صفيتهم. هانتوما كيف كتشوفوا عاد درتهم في صفايه وصفيتهم وصافي. هاد الطريقه كتضمنوا ان العسل كيكون داخل البريوه من الداخل. هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات من بعد ما صفيتهم من هذاك العسل وزينتهم بشويه تاع الزنجلان من الجناب كيف ما كتشوفوا. غير في القناه هكا عندي الزنجلان محمر وتندير هذاك يعني دوك القنوت هذوك الجوانب ديال هذيك البريوه في هذاك الزنجلان، ودرت عليهم شويه تاع الورد يعني زينت به من الفوق. غير جربوهم البنات والله كيجيو معلكين وساهلين ساهلين، ما كياخذوش لكم الوقت. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم والوصفه ديال اليوم. وبالنسبه للبنات طريقه تاعت الاحتفاظ بهم كيف ما قلت لكم في الحلوى الشباكيه، الا بغيتوا تخليهم في الكونجيلاتور ضروري ما ديروا واحد يعني ديروا الطبقه الاولى
طبقه ثانيه سلوفان، طبقه ثالثه بريوات سلوفان، حتى كتكملوهم ودخلهم مجمد. المجمد راه ما كيطرى لهم حتى شي حاجه، صافي كتضمني العسل راه كاين فيهم، ما كي يعني ما كيهبطش منهم العسل. جينا لاخر الفيديو، كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.